السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمد مصطفى، مدرب في مشروع مشواري. احنا اتكلمنا قبل كده، مشروع مشواري ده بروتوكول تعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتدريب الشباب والمشروعات، وبروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف. جاي النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا احنا مدربة في تدريب مشواري، اللي هو مهارة الاتصال والتواصل. طيب هنتكلم محورين مهمين جدا، ايه هو اهميه الاتصال والتواصل في مواجهه الاشاعات، تاني حاجه اهميه الاتصال في تطوير الذات واحنا قاعدين جوه البيت. طب قبل ما نبتدي لازم نعرف ايه هو الاتصال. الاتصال ده هو عمليه نقل المعلومات والافكار والمعاني من شخص لشخص تاني. انا عايز اقول لشخص انا بحبك، عايز اشوف شخص انا بكرهك، عايز اشوف شخص اقعد في البيت ما تنزلش عشان تواجه كورونا. فده انا وشخص اهو بوجه لشخص تاني، زي بقول لك اقعد في البيت ليه؟ عشان استجابه معينه، اقعد في البيت عشان نواجه خطر كورونا ونقدر نتغلب عليه. فاذا ده هو مفهوم الاتصال. طب ايه هو عناصر الاتصال بقى؟ عناصر او دائره الاتصال هي عباره عن مرسل. مرسل ده الشخص اللي هو بيوصل رساله معينه، يقول لنا اقعدوا في البيت، الاعلام يقول لك اقعد في البيت، تمام؟ التدريبات اللي هو بتحصل عن طريق الاونلاين او بيحصل عن طريق التلفزيون، كل دول الناس مرسله بترسل رساله معينه، يبقى هو ده المرسل. رقم واحد في عناصر الاتصال. رقم اتنين الرساله نفسها، الرساله اللي هو خليك قاعد في البيت، رساله بقول لك بديك محاضره معينه، رساله بقول لك حاجه معينه، الرساله نفسها اللي هو اقعد في البيت، دي الرساله. طب تالت عنصر من عناصر الاتصال اللي هو المستقبل، الناس اللي بتستقبل الرساله، الطلبه اللي هم بيتعلموا، الطلبه اللي هم بياخدوا الرساله نفسها، تمام؟ او الناس اللي هو بيقول ان احنا كلنا شعب مصر كله دلوقتي او العالم كله بيقول لك خليك في البيت، فهم دول المستقبلين للرساله عن طريق التلفزيون اللي هي قنوات الاتصال، اللي هو العنصر الرابع بتاعنا اللي هو قنوات الاتصال، زي عن طريق التلفزيون، عن طريق الانترنت، عن طريق الراديو، عن طريق كمان ممكن الحاجات اللي هي المكتوبه او الحاجات المطبوعه الملزوقه في الشوارع دي كلها، دي كلها هي قنوات الاتصال. اخر حاجه التغذيه المرتده والتغذيه العكسيه، ان انا بفهم الرساله بتاعتي فبقول لك رد الفعل بتاعي، بقول لك الحاجه بتاعتي، فانا بصبح بدل بعد ما انا بكون مستقبل ببقى انا ايه؟ مرسل، انا بوصل الرساله معينه. طيب وسائل الاتصال او بمعنى كده زي ما اقول الدارج انواع الاتصال. طيب بص يا سيدي، انواع الاتصال اول حاجه الشفهيه او اللفظيه، الحاجات اللي هي بتتقال زي ما انا دلوقتي بعمل حاجه، تمام؟ حد يقول حاجه معينه، دي حاجه عن طريق انا بتكلم اهو لفظي شفهي، تمام؟ بقولها. طيب دي مهم، ده بتوصل رساله حلوه جدا وجميله وزي الفل، يعني كل حاجه حلوه جدا، بس في حاجه صغيره كده يعاب عليها، يعاب عليها ايه؟ ان هي بتتحور من شخص لشخص 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 لشخص، الرساله دي بتتحور. فدي اللي احنا بنحور، احنا كنا بنتكلم عليه الاولاني اللي هو مواجهه الشائعات. فده مهم جدا، اهميه الاتصال في مواجهه الشائعات، لازم اخد المصدر من المعلومات بتاعتي او الرساله بتاعتي من مصدر موثوق فيه، او من مصدر هو ده المصدر اللي بيقول لي الرساله بتاعتي، تمام؟ فهو الرساله اللفظيه، فيعاب عليها ان هي ممكن بتتحول. طب تاني نوع او تاني وسيله من وسائل الاتصال الكتابه، اللي هي الكتابيه. زي ايه؟ زي الحاجات اللي هي بتبقى ملزوقه في الشوارع، مكتوبه، كتابيه، حاجات انا بروح اقدم مستندات، بقدم حاجات، فدي دي وسيله من وسائل الاتصال، ده انا ممكن لما اديك ورقه بتقراها فانا كده تواصلت معاك. طب ده يعاب عليها ايه؟ عليها روتيني ولازم اكتب وحاجات زي كده. يعاب عليها برده ممكن واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، وحاجه مكتوبه فمش هيقدر يقراها، مش هيقدر يتواصل معايا. طب تالت حاجه بقى اللي هو اللي هي الغير لفظيه، زي تعبيرات الوجه، حركات الجسم، الايماءات، الايحاءات، كل دي اتصال. انا ممكن عن طريق السلام اقول اللي قدامي انا بحبك او انا بكرهك، انا مش طايقك يا اخي، اللي هو بتسلم عليه كده بقرف. واحد تاني ممكن يخش يحضن حد ومش عارف ايه، يبوس وكلام يحضنه وكلام، ده اتصال. طب ده يعاب عليه في ايه؟ الثقافات بقى مختلفه ما بين شعب التاني. انا ممكن دلوقتي اهو، انا بالنسبه لي احنا بنسلم ونبوس ونحضن ومش عارف ايه والكلام ده لما نتقابل بعض، طبعا الكلام ده هيتغير بعد كورونا، خلاص احنا عرفنا الموضوع ده قد ايه غلط. طب انا الكلام ده رحت عملته مع شعب تاني هيبقى بالنسبه لي لا، ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده كده الكلام ده غلط. فده يعاب عليها في الحته دي، ان ممكن تختلف من ثقافه لشخص لشخص تاني، الحقيقات او تعبيرات الوجه او الكلام ده كله بتختلف من شخص لشخص تاني او مجتمع لمجتمع تاني، فده يعاب عليه. طيب نتكلم عن حاجه بقى مهمه جدا اللي هي شروط الاتصال الفعال. من شروط الاتصال الفعال الوضوح والبساطه، لازم انا اكون الرساله بتاعتي واضحه وبسيطه عشان تقدر اللي قدامي يستقبلها ويفهمها بسرعه جدا. طب سلامه الوسيله، انا بس بتصل عن طريق الانترنت لازم سرعه كويسه، الكلام ده كله عشان اقدر اتواصل معاك كويس جدا. عدم التعارض، انا مكان اللي هو عدم التعارض، انا بتواصل معاك فانت متعارض، ما تعرضنيش، او انت اصلا مش متقبل مني الرساله، فده بتخلي
الاتصال ما يحصلش، فده بيخلي او الاتصال الفعال زي ما بقول كده ما يحصلش، لو عدم التعارض الانجاز، انا بوصل رساله معينه لازم اكون انجز فيها، ما افضلش اطول في الرساله، اطول في الرساله المستقبل ليا الرساله بتاعتي هيزهق هيمل. فشروط الاتصال الفعال زي ما قلنا كده اللي هو الوضوح والبساطه، سلامه الوسيله، عدم التعارض، الانجاز. طيب عوائق الاتصال، من حاجات عوائق الاتصال الاستماع، انا ممكن بوصل لك رساله انت مش عايز تسمعني، مش في تشويش حصل، كل ده الاستماع ما بيخليكش تسمع الرساله بتاعتك كويس، دي بتعوق الاتصال. الفهم، انا ممكن ما افهمش الرساله بتاعتك كويس جدا، تمام، او في كلام بيتحور زي ما قلنا كده، فممكن انا او المعاني، انا قصدي اقول لك حاجه معينه تفهمها بطريقه ثانيه. القبول، لازم انا عشان اتواصل معاك لازم انت تبقى في قبول، تستقبلني، تبقى انت مرحب ان انت تسمع مني رساله او تقرا مني رساله معينه. المرسل لا يهتم بالتغذيه المرتده، اللي هو الرقم 4 او المرحله الرابعه، ان انا ارسل لك رساله معينه انت مش مهتم، انا مش مهتم بقى انت استفدت ما استفدتش، فهمتها ما فهمتش، انا قلت لك اقعدوا في البيت، طب اقعد في البيت ليه يا عم؟ لا مش واحد تاني يقول لك لا انا مش هقعد، انا مش هعمل كذا، فانا ما اهتمتش. شوف التغذيه العكسيه بتاع، فدي حاجه بتعوق الاتصال. طيب المحور الاساسي اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول، رقم واحد اللي هو اهميه الاتصال في الوقت الحالي في موجه الاشاعات، لان لازم اخد المعلومات بتاعي من المصدر. تاني حاجه ان انا بطور نفسي وانا قاعد في البيت اتواصل، زي ما قلنا كده اغلب دلوقتي التعليم خلاص بقى عن طريق عن بعد، احنا كل واحد قاعد في بيته بيتعلم عن طريق الموبايل بتاعه التابلت اللاب ايا كان ايه، فعن طريق التلفزيون، فهو ده الطريق اللي هو التطوير عن بعد. فانا لازم اقعد اطور نفسي، لان في كتير الاهالي للاسف كانوا لما جه موضوع اللي هو هننزل محاضرات اونلاين والكلام ده كله بالنسبه لهم ايه ده، انا مش عارف اعمل الكلام ده كله، فلازم انا اقعد في البيت اطور في نفسي. وفي الاخر زي ما بقول كده، دي مهاره مهمه جدا تاخد في وقت كبير جدا، احاول اختصر اكون منجز عشان من شروط الاتصال فعلا اكون منجز شويه، اسف لو كنت طولت، يا ريت نقعد في البيت ونلتزم شويه عشان نقدر نحافظ علينا وعلى كل اللي حوالينا. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.